بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا إخوان في مقطع جديد من مقاطع لعبة وار فريم. اليوم بإذن الله يا إخوان راح نستكمل السلسلة الخاصة بالمدارس التعليمية اللي هي سلسلة الفوكس. راح يكون يا إخوان شرحنا اليوم بإذن الله عز وجل متخصص في المدرسة أو الشجرة التعليمية اللي هي شجرة الزينوريك، فبالتالي راح نوضح جميع المدارس الموجودة فيها بإذن الله عز وجل بالتفصيل الممل. طبعا في البداية كلكم تعرفوا يا إخوان إن مدرسة أو شجرة الزينوريك عبارة عن شجرة متخصصة في الطاقة فقط، فبالتالي إذا خلصت الشجرة التعليمية اللي هي الزينوريك كاملة تكون عندك في الأوبيراتور كتلة هائلة من الطاقة، فبالتالي يعتبر يقدر يدعمك في الطاقة القتالية للوار فريم نفسه أو للأوبيراتور نفسه، فبالتالي أنت تقدر تستفيد منها استفادة كلية لقتل أكبر الزعماء الموجودين في لعبة وور فريم. فخلونا نشوف الحين يا أخوان إيش هي المدارس التعليمية الموجودة في الزينوريك. طبعا يا أخوان عندنا يا أخوان المدرسة التعليمية الأولى اللي هي في المنتصف اللي أنتم شايفين الآن عليها السهم الحين. هذه المدرسة يا أخوان وظيفتها إنك أي إنرجي تلقطه من الأرض رح يعطيك نسبة أو راح يرتفع عندك الإنرجي بتدريجيا بشكل لمدة 5 ثواني، يعني تدريجيا أنت والنسبة اللي تجيك، لكن تقريبا النسبة إذا كانت ماكس عندك زي ما أنتم شايفين نسبة 50%. فخلونا نشوف الحين كيف نقدر نشغل هذه المهارة. زي ما أنتم شايفين الآن قدامي هنا كتلة من كتل الإنرجي، هذه قطعة واحدة زي ما أنتم شايفين، هذه الثانية هنا وهذه هنا الثالثة. أبغاك تراقب لي الآن الور فريم وراقب الخط الأبيض الخاص بالإنرجي الموجود بالأسفل. فخلونا الحين أحاول أن أخلص الخط الأبيض وبعدين نشوف إيش اللي راح يصير. طيب زي ما أنتم شايفين لاحظوا الآن أنه يرتفع تدريجيا الارتفاع الخاص بالمود اللي اسمه إنرجي سيفون لأن أنا مركبه في الأورا، لكن خلونا نشوف الحين إيش اللي يصير بعد ما نشيل قطع الانرجي الموجودة في الارض. لاحظ الحين كيف بيكون، لاحظ الحين سرعة الارتفاع لمدة 5 ثواني، تحس انه يرتفع عندك تدريجيا كل ما شلت كتلة من الانرجي الموجودة في الارض تحس ان عندك الانرجي ترتفع بشكل اسرع. لاحظوا الان، وطبعا لاحظوا بالاسفل ان قيمة الانرجي اللي انا قاعد اشيلها من الارض قيمة 25، يعني كل ما ارتفعت القيمة الموجودة في او قيمة الانرجي الموجودة اللي تشيلها من الارض تحس انه يرتفع بنسبة اعلى. لاحظوا الآن زي ما أنتم شايفين تحس أنه يرتفع بنسبة أعلى لمدة 5 ثواني، بعد كده راح يكون الارتفاع التدريجي العادي بالمود اللي هو إنرجي سيفون. فهذه يا أخوان ميزة المدرسة الرئيسية. طيب نجي الآن للمدرسة الثانية اللي هي إنرجايزينج داش. طبعا ميزة هذه المدرسة يا أخوان أنها تعطي الوور فريم الخاص فيك قيمة من الإنرجي لمدة 30 ثانية إذا كانت ماكس، فخلونا نشوف الحين كيف نقدر نستفيد منها. لاحظ الآن عند الانرجي ابى اسوي داش، ولاحظوا الآن الانرجي الخاص بالوور فريم لما سويت داش طلعت زي الدائرة، شايفين الدائرة هذه؟ لما يكون داخلها او انه يمر بس من خلالها الوور فريم تحس انه عنده الانرجي ترتفع بشكل سريع. شوفوا الحين قربت افلل الحين فل زي ما انتم شايفين، فهمتوا؟ فهذه يا اخوان وظيفتها انها تعطيك قيمة من الانرجي انت وجميع الفريق الموجود معك، فهذا شيء ممتاز جدا انك تقدر تدعم نفسك بالانرجي بشكل مستمر داخل الجيم، وكل ما كانت ماكس كل ما كان افضل في صالحك انت والفريق الموجود معك. طيب الميزة اللي بعدها يا اخوان اللي هي التابعة لمهارة الداش اللي هي يا اخوان الميزة الثالثة، هذه يا اخوان وظيفتها انها تعطي الانمي او انك لما تسويها لاحظوا الان ايش اللي راح يصير. شوفوا لما اسويها لاحظوا الحين قدامي زي الكورة، شايفين الكورة هذه؟ شوفوا تتحرك، شايفينها؟ اختفت مرة ثانية. شوفوا الان شايفين الكورة هذه تمشي قدامي؟ تمام. الكورة هذه يا اخوان تسوي دمج على الانمي بشكل خرافي، يعني حتى احيانا انها تقدر تقتله. فخلونا الحين ننزل انمي ونشوف ايش اللي راح يصير. طبعا انت لا تبالغ انك تستخدمهم في الانمي الاقوياء لكنها مفيدة جدا، يعني احيانا تستفيد منها. خلينا نقول مثلا لفل الانمي، ايش رايكم؟ 100. هي هذه كيف تروح الحين؟ طيب 100 نخليهم لفل 100 ونجرب عليهم ونشوف.
طبعا هذا تفيدك اذا كنت تبغى تسوي مثلا كويست يكون في الولد يقاتل او تستفيد منه في المهمات الخاصه بالاوبراتور نفسه. فخلينا نشوف الحين ايش اللي راح يصير في الانمي الموجود امامي. شوف الحين لما اسوي المهاره شوف كيف يتدمجون. هذا ليفل 100 يا شباب، شايفين كيف؟ مره ثانيه طبعا مدتها 5 ثواني وتختفي. راح فيها. طيب زي ما انتم شايفين هذه هي الميزة الخاصة بهذه المدرسة. طيب المدرسة اللي بعدها يا اخوان عندنا اللي هي المدرسة الخاصة بمدرسة البلاست او حركة البلاست اللي هي مهارة الدائرة. هذه المهارة يا اخوان فيها مهارتين ممتازة جدا. خلينا نشرح الحين الاولى. راح انزل انمي واخليهم يتحركوا ونشوف ايش اللي راح يصير. لاحظوا الآن مهارة البلاست، خليهم الحين يلحقوني بعدين نشوف. شايفين كلهم يلحقوني الحين؟ شوف الحين ايش اللي راح يصير فيهم. شوف الحين قديش يقوموا، ياخذوا تقريبا حوالي 15 ثانية حتى انه يقدر يوقف مكانه. شوف شوف حركاتهم ضعيفة جدا وبطيئة جدا 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 زي ما انتم شايفين. ياخذ تقريبا حوالي 15 ثانية حتى انه يقدر يستعيد طاقته الطبيعية. فهمتوا يا شباب؟ طبعا هذه هي ميزة المهارة الأولى. خلينا نقتلهم الحين ونرجع للمهارة الثانية اللي بعدها. طيب المهارة اللي بعدها يا شباب عندنا برضو تستخدم في مهارة البلاست نفسها اللي هي هذه المهارة، لكن تعطيهم دمج بميزة الكهرباء. فبالتالي انت اذا كان طيحتهم راح ياخذوا 15 ثانية، وإذا كان بعيد عنك يعني ما وصلته الضربة الخاصة بالبلاست راح يتشنج بالكهرباء. فخلونا نشوف الحين ايش اللي راح يصير. لاحظوا الآن، شوف ممكن الكورة هذه في البداية، خلينا الحين نلغيها ونشوف. ايوه شوف شايفين الكهرباء كيف، ولاحظوا الحين الدم الخاص فيهم، تحس انهم يتشنجوا يعني. فانت عندك في البلاست الحين مهارتين قوية جدا، اما انك تطيحهم او انك تشنجهم بالكهرباء عشان تقدر تقتلهم. فهمتوا كيف؟ خلينا نقتلهم الحين. طيب المهارة اللي بعدها يا اخوان عندنا اللي هي مهارة الاختفاء. مهارة الاختفاء عندنا الميزة الأولى يا شباب في مهارة الاختفاء، في عندك ميزة ممتازة جدا جدا إذا كانت عندك ماكس، اللي هي يا إخوان المدرسة اللي اسمها Void Static. الVoid Static هذه يا إخوان اللي هي تستخدم في مهارة الاختفاء. لما أشغل مهارة الاختفاء وأكون مختفي، لاحظ إنه يظهر أو إنك تسمع زي صوت الدمج أو زي صوت الكهرباء. لاحظ الحين سامعين الصوت؟ هذا الصوت يسوي دمج على الانمي بقيمة 500. فهمتوا؟ فخلينا نشوف الحين ايش اللي راح يصير في الانمي. لاحظوا الان خلينا نجمعهم. الحين نشوف. شوف دمهم. شايفين الدم؟ تحس انهم متدمجين تدميج عالي وهم ليفل 100 يا شباب. ولاحظوا عندي يا شباب ان هذه المهارة تستهلك عندي من الطاقة الخاصة بالاوبراتور. فالحين شوف الدائرة في اليمين قربت تخلص. فانت في الحالة هذه لما تخلص عندك لازم تشحنها من جديد، فبالتالي لازم تبعد عنهم او انك تدخل داخل الوور فريم نفسه وترجع من جديد. فعندك اكثر من مهارة دمج اللي هي البلاست، وعندك الكورة، وعندك اللي هي مهارة الاختفاء. فلاحظوا الان هذا اللي في المية يا شباب زي ما انتم شايفين.
طيب المهارة اللي بعدها يا اخوان برضو تستخدم في مهارة الاختفاء، اللي هي يا شباب وظيفتها انها تجمع لك جميع الانمي اللي حولك، فبالتالي انت تقدر تجمدهم او انك تجمعهم حولك وانت مختفي، وفي نفس الوقت تقدر تدمجهم زي ما شفتوا. الحين نعيدهم مرة ثانية ونركز في تجميع الانمي، ركزوا الان في الحركة، لما اختفي شوف ايش اللي راح يصير في الانمي ونفهم بعدين ايش اللي يصير. شوفوا الحين تحس اني قاعد اسحبهم معايا زي المغناطيس، شايفين؟ اقدر حتى اني اقدر ابعدهم عن زملائي في الفريق، اقدر اتحرك فيهم زي ما ابغى، وفي نفس الوقت قاعد ادمج فيهم زي ما انتم شايفين. فهمتوا يا شباب؟ شوفوا الحين اقدر ادمجهم واقدر اسحبهم مسافات بعيدة عن نفس الفريق اللي انا موجود فيه. طحت. فهمتوا كيف الطريقة؟ فانت تقدر تستخدم المهارات الخاصه بالبراتور الحين بطريقتك الخاصه، اما انك تدمجهم بالكوره او انك تدمجهم بالكهرباء بالبلاست او انك تقتلهم بمهاره الاختفاء زي ما انتم شايفين. عندك اكثر من مهاره قتاليه الان موجوده في البراتور زي ما انتم شايفين، وهذا اللي في المية زي ما انتم شايفين. طيب المدرسة اللي بعدها يا اخوان عندنا، هذه المدرسة شرحناها في الدرس الاول، لكن من باب الاحتياط اني راح اوضحها في هذا الفيديو للناس اللي ما شافوا الفيديو الاول، اللي هي المدرسة الاولى اللي اسمها Void Siphon. هذه المدرسة شايفينها، هذه المدرسة يا اخوان وظيفتها انك كل ما تستخدم المهارات الخاصة بالاوبراتور راح تنقص عندك الدائرة الموجودة في اليمين، شايفين الدائرة؟ فتحس انها تنقص. وظيفتها انك لما تخلص مثلا استخدام المهارات الخاصة فيها وانها قربت تخلص تبدأ تعبيها لك بشكل أسرع، كأنك مركب المود اللي اسمه إنرجي سيفون الموجود في شخصية الور فريم. هذه نفس الوظيفة، تعطيك نفس الوظيفة بحيث أنها تساعدك تسترجع الطاقة الخاصة بالإبراتور بشكل أسرع. تمام. المدرسة الأخيرة يا إخوان اللي هي الفويد فلو، هذه المدرسة تزود لك كمية الإنرجي الموجودة في الأوبراتور، فبالتالي يكون مثلا عندك الطاقة الخاصة بالأوبراتور 100 تصير عندك الطاقة 190. طبعا هي ما هي واضحة الآن أمامكم، لكن الغرض منها أنها ترفع عندكم نسبة الطاقة الخاصة بالأوبراتور عشان تقدر تستخدم المهارات القتالية الخاصة فيه بشكل أكبر. واضح يا شباب؟ طيب نجي الآن للمدرسة الأخيرة الموجودة في مدرسة الزينوريك، وهذه المدرسة يا إخوان مفيدة جدا 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 للناس اللي تحب تلعب بالملي، اللي هي هذه المدرسة شايفينها إنر مايت، شايفين المدرسة هذه؟ هذه المدرسة يا إخوان وظيفتها إنها توفر عندك استهلاك الإفشنسي من استخدام الملي. طبعا هذا الكلام ممكن يفهمون الناس اللي يلعبوا بالملي، لكن أنا راح أوضحه الآن لكم في هذا الفيديو، وخلينا نشوف إيش اللي راح يصير. لاحظوا الآن عندي مثلا هذا الميلي زي ما انتم شايفين، لو اجي ابغى قاتل بالميلي لا عادي اقاتل فيه بالطريقة الاعتيادية زي ما نعرفها، تمام، او اني مثلا امسك السلاح زي كذا واقاتل. لكن العشاق الميلي شيء يحبونه في القتال بالميلي اللي هو استخدام الطاقة الخاصة بالور فريم، فاذا كان يبغى يستخدمها يضغط على الزر اللي هو R2. طبعا البي سي والاكس بوكس انا ما ادري شو الزر اللي يضغطوه بالضبط، لكن انهم يضغطوا الزر اللي هو R2. شوفوا الحين ايش اللي راح يصير، شايفين كيف؟ تحس انه ايش؟ كانه يشحن نفسه بالطاقه. طيب هذا ايش وظيفه هذه الحركه يا شباب؟ انك كل ما تقتل انمي يبدا ينقص عندك الخط الابيض الخاص بالور فريم. لاحظوا الان راح ننزل انمي، راح اثبتهم، وهالمره راح انزل انمي اقوى مثلا اللي هو الهيفي جانر. خلينا نشيل هذا عشان يكون الهجوم عليه فتره اطول، والليفل راح اخليه ماكس. ماشي، لاحظوا الان الحين ابغى اهاجمهم بدون الضغط على الزر اللي هو R2. لا بس ابغى اشيل الانرجي هذا في الارض عشان ما يوضح اي شيء. طيب الحين بقاتل عادي، قتال عادي، فلاحظوا الان تحس انه ايش؟ ما صار اي شيء في الخط الابيض، صح ولا لا؟ طيب لما اشغل عندي هذا R2 شوف الحين ايش اللي راح يصير. شوف الخط الابيض، شايفين الخط الابيض؟ كل ماله ينقص عندي زي ما انتم شايفين. فهمتوا؟ فهذا وظيفته يا شباب، لما اشغل المهارة هذه اللي هي R2 كأني اشحن شخصية الور فريم بالطاقة الموجودة فيه
وبالتالي راح يشغل لي بعض المزايا السحرية. طيب بعضكم الآن يسألني يقول لي هذه في إيش نستخدمها وليش أشغلها بالضبط؟ أنا أوضح لكم الحين مودات بسيطة فقط عن الغرض من هذا الشغلة يا شباب. فخلونا نشوف الحين. مثلا عندي المودات، مثلا المود هذا يا شباب، هذا المود وظيفته لما أشغل الطاقة يرفع عندي نسبة الستاتس بقيمة 60%. ونفس الكلام في ناس مثلا تلعب بالكريكيتال تشانس، فبالتالي يستخدم المود الخاص بالكريكيتال تشانس، فلو شغلته يرفع عندي قيمة الكريكيتال تشانس بنسبة 40%. فهذه أكثر شيء يستخدمونها الناس اللي تحب تلعب بقتال بالملي. طيب يجي الآن دور المدرسة اللي هي إنر مايت. هذه المدرسة يا أخوان وظيفتها إنها تخفف عندك استهلاك الإنرجي بقيمة 60%. فبالتالي هذه مفيدة جدا للناس اللي تحب تقاتل بالملي باستخدام الطاقة الخاصة بالوار فريم. فهمتوا؟ فالغرض من هذه المدرسة اللي هو رفع قيمة الإفشنسي عشان يخفف عندك الاستهلاك من الخط الأبيض. واضح يا شباب؟ هذه يا اخوان تعتبر هي المدرسة الأخيرة الموجودة في زينوريك. أتوقع أن كل الأشياء هذه شرحناها واضح للجميع. إذا في عندكم أي استفسار لا تترددوا نهائيا، اكتبوا السؤال أسفل الفيديو بإذن الله نحن راح نجاوب عليكم. لا تنسوا يا أخوان دعم القناة من اشتراك ولايك، ولا تنسوا نشر الفيديوهات، وبإذن الله نحن نستكمل السلسلة الخاصة بالفوكس في الفيديوهات القادمة. بالتوفيق.